الآن إن شاء الله راح نأخذ عن درس اللي هو قسمة كثيرات الحدود division of polynomials. في عنا مسألة ابتدائية طبعا كالعادة، هذا إن شاء الله راح نحكيها آخر سؤال نحله. في مراجعة بسيطة جدا لازم نسترجعها، إيش يعني خوارزمية القسمة الطويلة؟ قبل ما نحل أسئلة على كثيرات الحدود خلينا نستذكر شيء بسيط جدا. لو أنا بدي أقسم مثلا 645 تقسيم 5، خلنا نتذكر ايش كنا نسوي. العدد 645 شو كنا نسميه؟ كنا نسميه المقسوم. والخمسة شو كنا نسميها؟ كنا نسميها المقسوم عليه. بعدين كنا نكتب هون الناتج اللي هو خارج القسمة، كيف كنا نقسم؟ بس خلنا نتذكر القسمة. يلا نرد نعيد نكتب كتابة السؤال مرة ثانية. 645 تقسيم 5، يلا اذا عرفنا اول شيء شو المقسوم، شو يعني مقسوم عليه، شو يعني خارج القسمة، وشو يعني باقي، الباقي اللي بده يضل. طيب يلا نعملها. 645 تقسيم 5 مقسوم عليه. كنا نبدأ دائما القسمة من عند وين؟ من أعلى منزلة اللي هي 6، هي 645 5. نبدأ من عند أعلى منزلة في قسمة كثيرات الحدود، راح نبدأ من عند أعلى أس. يلا 6 تقسيم 5 الجواب بيطلع 1، لأن كنا شرحنا من جدول الضرب. 6 تقسيم 5 مين العدد بضربه في 5 بيطلع 6 أو أقل منها. 6 في 5 1 في، بعدين كنا أول شيء نقسم 6 تقسيم 5 فيها 1، بعدين نضرب 1 في 5 5، بعدين نطرح. إذا عملية القسمة هي عبارة عن أربع عمليات متداخلة، أولا نقسم ثم نضرب ثم نطرح ثم ينزل العدد الذي يليه، أو الرقم الذي يليه عفوا، الرقم الذي يليه بصير 14 تقسيم 5 فيها 2 ضرب 5 10 والباقي 4، نزل الخمسة 45 تقسيم 5 فيها 9 في 5 45 الباقي 0. الجواب اللي بيطلع هون هو الباقي، وهذا كنا نسميه ايش؟ المقسوم. واللي هون كنا نكتب مقسوم عليه، وهون كنا نسميه خارج القسمة. خارج القسمة. إذا القاعدة هذه من وين جاي؟ جاي من معرفتنا لخوارزمية القسمة اللي هي الطريقة اللي بنقسم فيها الأعداد، وهي نفس الطريقة اللي راح نتبعها لما نقسم كثيرات الحدود. المقسوم يساوي خارج القسمة ضرب المقسوم عليه زائد الباقي. يلا جد خارج قسمة الاقتران قاف على الاقتران ها وباقيها إذا في باقي، وتحقق من صحة الحل. راح نعملها بالطريقة المعتادة. كيف؟ نمسك الاقتران الأول، بنحط هذا المقسوم 15 سين تربيع، وبنعمل خط القسمة اللي بنعرفه، وبنحط المقسوم عليه اللي هو 5 سين. طبعا قاعدة لازم الخمسة سين، يعني ما بصير نقسم عندما سين تساوي صفر، لأن المقسوم عليه لازم ما يكون صفر، لأنه في الرياضيات ممنوع نقسم على صفر. الآن كيف نقسم؟ نقسم العدد على العدد، المعامل على المعامل. 15 تقسيم 5 فيها 3، سين تربيع تقسيم سين، نتذكر كيف سين تربيع تقسيم سين، قلنا في القسمة في لما يكون عندي حدود جبرية بنطرح الأسس بيطلع سين، أو إذا بدكم تطلعوا على طريقة ثانية بنقول هي سين في سين على سين، تختصر سين مع سين بيظل الجواب سين، إذا الجواب 3 سين. إذا أول خطوة سويتها إني قسمت. الخطوة الثانية بنضرب، بناخذ الخارج القسمة اللي طلعناه بنضربه في المقسوم عليه اللي هو 5 سين. يلا 3 في 5 15، سين في سين سين تربيع، ثم نطرح. شو طلع الباقي؟ هذا الباقي، هذا صفر طلع الباقي. إذا طلع الباقي صفر بنقول إنه ال 15 سين تربيع من مضاعفات الخمسة سين، يعني انه هنا في الحالة انه يقبل القسمة، طلع باقي صفر. نكتبها على القاعدة اللي تعلمناها، المقسوم نتحقق انه صح ولا لا، يساوي خارج القسمة ضرب المقسوم عليه زائد الباقي. هاتا نشوف نتأكد انه صح كلامنا صح ولا لا. المقسوم هو 15 سين تربيع، هل تساوي هذا هو المقسوم؟ كويس، خارج القسمة اللي هو 3 سين ضرب
المقسوم عليه اللي هو 5 س زائد الباقي اللي هو زائد 0. هل الطرف اليسار يساوي الطرف اليمين؟ الجواب نعم، لانه راح تطلع عندنا 15 س تربيع تساوي 15 س تربيع، اذا حلنا صح 100%. اذا عمليه بسيطه جدا. يلا نمشي هسه اسرع شوي.